untuk pengajian di bulan Ramadan ini akan saya buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى بسم الله الرحمن الرحيم إن
Allah. وأصحابه